محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني. اعترف في هذه الليلة، في هذه الليلة العظيمة نعترف بذنوبنا أمام الله، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا كاشف يا الكروب؟ اغفر ذنوبي ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار، صيحة يا غفار. ارفعوا رؤوسكم. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير وأكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلاني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار، ما بقيتني يا رب العالمين. اللهم إني اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. مالي مالي مالي، كلما قلت قد صلحت سريرتي
وقرب من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك يا نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك استني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك يا رب يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، حبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترايك واعفو عن توبتي.